هذا أيمن حسين أو السفاح العراقي أيمن حسين. أيمن حسين لاعب اللي سفاح واللي ما كيعقلش عليك نهائيا قدام البوطو. هاد اللاعب ديك النوعية ديال اللاعب اللي كما كتجي الكرة كيسجل منها الهدف، وزيد ديك اللاعبين اللي كيتقن مزيان الكرات الهوائية والتي تسجل الأهداف بالقدم. وزاد اللاعب هذا عنده واحد الخبرة كبيرة مع الفرق الآسيوية. ولكن الأسئلة اللي غادي نطرحهم في هذا الفيديو، واش هاد المهاجم ديك النوعية ديال المهاجمين اللي تحتاجهم فريق الرجاء العالمي؟ وزيد السؤال الثاني اللي غادي نطرحه في هذا الفيديو، شنو هما المميزات والسلبيات ديال هاد اللاعب؟ قبل ما نجاوبك على هادشي كامل، بعدا نبداو بواحد التعريف اللي بسيط لهاد اللاعب. ايمن حسين غضبان، هاد اللاعب هذا العراقي واللي تزاد في العراق، وتزاد تحديدا في 22 مارس في موسم 1996. يعني هاد اللاعب هذا حاليا في العمر ديالو 27 سنة. هاد اللاعب هذا وكما كنعرفو كاملين تيلعب في مركز واحد اللي هو راس حربة. وزيد هاد اللاعب هذا من ديك المهاجمين اللي طوالو فيه 1.88 متر. وزيد هاد اللاعب هذا عنده واحد المسيرة اللي طويلة ولعب مع بزاف ديال الفرق. ايمن حسين بدا المسيرة ديالو في الدوري العراقي وبالضبط مع فريق دهوك، ومرة بدا تيدرج مع بزاف ديال الفرق العراقية حتى الموسم 2018 فين جاتو فرصة باش ينتقل للدوري التونسي. وفي ديك الفترة هذيك انتقل نادي صفاقسي التونسي بصفقة ديك الساعات اللي كانت كانتقال حر. بعد ما دوز موسم واحد مع الفريق هذا ما نجحش نهائيا، وهادشي اللي خلى يرجع عاوتاني للدوري العراقي وبالضبط لفريق القوة الجوية، ودوز مع ديك الفريق هذا جوج مواسم، وديك الساعات عاوتاني تحت الفرصة باش ينتقل للدوري القطري. وبالتحديد في موسم 2021 انتقل فريق أوم سلال، ومرة عاوتاني بموسم انتقل فريق المرخية القطري، ومع هاد الفريق هذا تألق لواحد الدرجة اللي كبيرة بزاف، وهادشي اللي خلى في 8 فيفغيي موسم 2023 ينتقل للدوري الإماراتي وبالضبط لفريق الجزيرة. وكما كنعرفوا باللي فريق الجزيرة ماشي فريق اللي ساهل، ودوز مع الفريق هذا نصف موسم، وحاليا أيمن حسين انتقل لفريق الرجاء العالمي. أيمن حسين في المسيرة ديالو كلها دار واحد الإحصائيات اللي ممتازة، ولو أنها ما التقاش لديك المستوى المطلوب. فمتى من ناحية الإحصائيات الإجمالية ديال أيمن حسين في المسيرة ديالو كلها، كنشوفوا هذا اللاعب هذا في المسيرة ديالو كلها لعب 61 مباراة، من هاد 61 مباراة استطاع باش يسجل 19 هدف ويصنع 5 ديال الأهداف. وهاد الإحصائيات كما كتبان ناقصة بزاف، وكيعاوتاني إذا جينا نقارنوا هاد الإحصائيات مع المعدل ديال الدقائق اللي لعب هاد اللاعب، كنشوفوا أيمن حسين ساهم ب 24 هدف من أصل 3512 دقيقة، وهنايا كتبان هاد الإحصائيات محترمة. وكيعاوتاني إذا جينا نشوفوا الإحصائيات ديالو في هاد الموسم هذا مع فريق الجزيرة الإماراتي، كنشوفوا هاد اللاعب هذا لعب 10 ديال المباريات يلا سجل هدف وصنع هدف، وهاد الإحصائيات مع الفريق الجزيرة الإماراتي كتبان ضعيفة بزاف. وهنا غادي نمشيو وغادي نعطيكم أبرز الإيجابيات والسلبيات ديال هاد اللاعب. ونبداو بأول حاجة بالإيجابية ديال أيمن حسين. أيمن حسين أول نقطة إيجابية اللي فيه كيتعتبر من ديك المهاجمين الكلاسيكيين، يعني كيتعتبر من ديك المهاجمين اللي تلعب داخل منطقة العمليات، وهادشي اللي كيعطي الفريق داك واحد الفرصة كبيرة باش يسجل الأهداف. أما من ناحية النقطة الإيجابية التالية اللي عند هاد اللاعب هذا هو تسجيل الأهداف. فبكل صراحة أيمن حسين من ديك المهاجمين اللي كيمتلكوا واحد الكواليتي ديال الفينيش اللي طالعة بزاف، وهادشي اللي كيخليه مرعب بزاف قدام البوطو. وزيد عاوتاني تالت نقطة إيجابية اللي فهاد اللاعب هذا كيتقن مزيان الكرات الهوائية. فبكل صراحة اللاعب هذا مرعب من ناحية تسجيل الأهداف الهوائية، وخصوصا الكرات اللي تتكون بسونطري إما من الركنيات ولا من الأخطاء، وهذه بحد ذاتها غتعطي واحد الإضافة اللي كبيرة بزاف بالنسبة لفريق الرجاء العالمي. أما من ناحية آخر نقطة إيجابية اللي عند هاد اللاعب واللي كتجلى في قوة التسديد من خارج منطقة العمليات، فأيمن حسين بكل صراحة كيمتلك واحد الرجل اليمنى اللي قوية بزاف، وهادشي اللي تيساعده باش يعطي واحد التسديدات صاروخية من خارج منطقة العمليات، وهذا حتى هي واحد نقطة إيجابية لأن فريق الرجاء العالمي ما عندوش واحد اللاعب من هاد النوعية، وكنعرفوا جميع اللاعبين اللي عند الفريق حاليا ما تيمتلكوش واحد القوة ديال التسديد من بعيد، وهاد اللاعب هذا غادي يعاون الفريق في هاد الميزة هادي. أما من ناحية النقاط السلبية ديال هاد اللاعب، أول نقطة سلبية عند هاد اللاعب هذا ما عندوش المراوغات نهائيا، يعني أيمن حسين من ديك النوعية ديال اللاعبين اللي تيفتقدوا المهارات. أما ثاني نقطة سلبية عند هاد اللاعب هذا ما تيجيدش اللعب الجماعي، يعني هاد اللاعب هذا كيعتمد في طريقة اللعب ديالو على باش يكون داخل منطقة العمليات، وما كيعتمدش نهائيا على اللعب الجماعي، وهاد الخاصية غتاخدنا مباشرة النقطة السلبية الثالثة اللي عند هاد اللاعب، واللي كتجلى بلي هاد اللاعب هذا ضعيف بزاف من ناحية صناعة الأهداف، وهادشي واضح حتى من ناحية لي زاسيست اللي صنعوه في المسيرة ديالو كلها. يعني أيمن حسين من ديك النوعية ديال اللاعبين اللي يمكن تعتمد عليهم فقط في تسجيل الأهداف، أما من ناحية اللعب الجماعي ولا صناعة الأهداف فهاد اللاعب هذا ضعيف بزاف. وأنا غادي نمشي نعطيكم الرأي ديالو في الصفقة ونعطيكم حتى التقييم ديالي النهائي. كنشوف بلي فترة المفاوضات اللي كانت بين فريق الرجاء العالمي وهاد اللاعب كانت طويلة بزاف، وهادشي كيبين بلي النادي محتاج بزاف هاد اللاعب. ولكن من ناحية المميزات والسلبية ديال هاد اللاعب، كنشوف ما كترقاش المستوى ديال هاد المفاوضات اللي دوزهم النادي على حساب هاد اللاعب، ولو أنا كنشوف بلي هاد الصفقة هادي غتكون ممتازة بالنسبة للفريق. أما من ناحية التقييم ديال هاد الصفقة، غادي نخليكم أنتوما تهبطوا الكومنتات وتعطوني التقييم ديالكم لهاد الصفقة. ويلا فتيكل معكم حافظ وتهلا.